أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تطوير علاقتها مع جنوب أفريقيا في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة. وخلال استقباله الرئيس الجنوب أفريقي على هامش انعقاد قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة مما تتمتع به الدولتان من إمكانيات وقدرات كبيرة بهدف تفعيل أطر التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، خاصة على صعيد التبادل التجاري بما يحقق المصالح المشتركة ويساهم في تعزيز العملية التنموية في القارة الإفريقية. من جانبه أشاد الرئيس رامافوزا بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر، معربا عن تقديره للدور المصري الفاعل على الساحة الإفريقية والجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد، والتي من شأنها أن تحقق تطلعات شعوب القارة نحو الاستقرار والتنمية.